الذكرى للتراث لسن الجذاع، فكانت البداية في مساء هذا اليوم مع أهازيج، مقدمة أهازيج عيد الاتحاد الوطني بنغمة أبناء زعبيل، ليقدم مالكها محمد بن سعيد بن منانة أهازيج في الشوط الرئيسي الأول، ليتم التكريم من قبل سعادة عبد الله بن مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن، ليكرم المتحدي سالم بن سعيد بن منانة من افتتح أول أشواط هذا المهرجان وقص شريط الافتتاح باسمه عندما كانت البداية معه، ليضع أيضا بصمة مع أهازيج، ليأتي تكريم مالك النايف مالك السمي مشكور يا أبو سعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم النايف في شوط الجذاع المفتوح ليحصل على الخنجر في هذا المساء، ليكتمل ويستكمل أيضا بن زيتون أدائه المتواصل بخطف الرموز ليكون